قتلى ومفقودون وإجلاء لآلاف آخرين وتعليق للدراسة جراء السيول التي ضربت عددا من مناطق الأردن. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين بمشاركة القوات المسلحة الأردنية وقوات الدرك بعد إعلان الطوارئ في البلاد. عمليات البحث والإنقاذ حقيقة لازالت مستمرة في عمليات تمشيط للبحث عن مفقودين. للأسف ارتفعت الحصيلة في نتيجة مداومة المياه لعدد من المواطنين إلى 11 حالة وفاة، طبعا من ضمنهم أحد غطاسي الدفاع المدني، بالتالي ارتفعت إلى 11 وفاة. لدينا الآن مفقود طفلتين، يتم الآن عمليات بحث مستمرة في منطقة الوالة وأيضا في منطقة وادي الهيدان ومنطقة سد وفي منطقة مليح وأيضا في منطقة وادي برتا، عمليات موزعة لفرق الإنقاذ. السيول أدت إلى إغلاق طريق سريع رئيسي يربط عمان بجنوبي البلاد بالتزامن مع إعلان الحكومة إغلاق الجامعات والمدارس وفتح المساجد لإيواء المدنيين في المناطق المتضررة. بدورها أكدت المتحدثة باسم الحكومة إنقاذ آلاف الأشخاص في منطقة البتراء على بعد 230 كيلومترا إلى الجنوب من عمان، كما دعت مديرية الأمن العام المواطنين للابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري السيول والانتقال إلى أماكن أكثر أمانا. وكان 21 شخصا لقوا حتفهم قبل أسبوعين، غالبيتهم طلاب مدارس كانوا في حافلة جرفتها السيول في منطقة البحر الميت. وعلى إثره قدم وزير التربية والتعليم الأردني ووزيرة السياحة والآثار الاستقالة من الحكومة.